قال لك تزويج طفلات. اولا كنتحداهم يجيبوا شي دليل علمي من الغرب باللي الانسان اللي عنده فوق 15 عام طفل، رجل او امراه. كاين اللي كيوقف الطفوله في 14 عام، كاين اللي كيوقفها في 15 عام. دخلوا الاخوان داك العجم ديالكم وسولوه، قولوا لي شنو هو الحد ديال الطفوله، يعني في اذا شئنا ان نقول يعني في المقاييس الدوليه. ما كاينش من بعد 14 ولا 15 عام طفل، من 15 عام الفوق فهمتيني ولا لا، هذا ليس طفلا. طبعا لا يعتبر راشدا، وحنا كنقولوا داكشي اللي كاين في القانون انه دابا نيت معمول به انه البنت قل من 18 عام ما كتزوج. ها ماكسيموم 15، كاين اللي كيوصل حتى ل 12، ماكسيموم 15. انا كنظن 14 عام سي ريزونابل، واخا 14. اسامه بن زيد قاد الجيش وعمره 16 سنه، اذا من 15 عام ل 18 عام قلنا القضيه كاينه في يد القاضي، تبقى في يد القاضي. وقلنا من بعد بحث اجتماعي وصحي وموافقة البنت وموافقة الأب وموافقة الأم، ويستقبل القاضي الأم البنت وحدها بدون أبويها باش ما يضغطوش عليها، لأنه كنشوف المصلحة الحقيقية ديال المجتمع. المجتمع في بعض الحالات في الغالب تتكون البنت بعد أقل من 16 عام ما بقاتش كتزوج، أقل من 16 عام، من 16 ل 18 المعظم ديالهم تيكون باقي لهم 18 عام بضعة شهور على أكثر تقدير سنة، وتتكون الظروف كتسمح لنا الزواج. ماشي فوقاش ما بغيتي تمشي تشري يعني 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 باكية ديال هادريس تمشي تشري. الزواج راه فرصة، فهمتيني ولا لا؟ دابا الخبزة غير الخبزة، غير إلا بردات ما كتبغيش تاخذها، كيخصك الخبزة تكون سخونة ياكل لا. وخا والدينا علمونا ناكل الخبز البارد عاد تاكل الخبز السخون. مازال القضيه ما بغاش تدوز ليا انا، لان كان داك الخبز السخون كيجيني زوين، فهمتيني ولا لا؟ فهذيك البنت، هذيك البنت في الابان ديالها وهذا وصغيره وجميله وما كتقراش، ملي كتكون كتقرا راه ما غاديش تهضر معك، ما كتقراش لانها مسكينه في الباديه، لانها جاتها الاعداديه بعيده، لانها جاتها ثانوية بعيدة، ياك هادشي كتعرفوه ولا ما كتعرفوش؟ أو لأنه جاءها زوج جيد وممتاز. هادشي راه تيكون الإخوان، شي واحد جا من طليان ولد مزيان معقول مستقيم بغا يتزوج، شاف واحد البنت عجباتو، تلاقى معاها هضر معاها عجبها الحال هي، أو قصة غرام حب. حنا راه قضية الحب راه أنا راه مشيت بعدا أنا راه دخلت لهاد القضية هادي منذ مدة طويلة جدا. اول مره مشيت كنخطب راه كان عندي 17 عام، فهمتيني ولا لا؟ فحب بين ذكر وانثى، نخلي شنو نقول لهم ملي كنمنعوهم من الزواج؟ كنقول لهم سيروا ديروا الفساد، ديروا اللي بغيتيه خارج القانون وخارج التاطير الاجتماعي، وداك الشيء تيتشعل عليه بعض المرات مواليد، وداك المواليد يعني الحل ديالهم دابا هو الاجهاض، وهذاك الاجهاض راه قتل. ولقيت باللي حنايا اسوأ من المشركين، حنا ولينا اسوأ من المشركين. انا بعدا وليت نعرف شحال ديال الدراري كيتقتلوا بداك الاجهاض، لانه هذوك المشركين كانوا كيخليو البنت حتى تزاد بالها وتشم الدنيا وتعرف وتتوصل لواحد السن، وتيبقى با تيدور ديك الفكره في راسو وتيبقى مخلوع، فهمتي ولا؟ واش قتلها واش ما قتلهاش؟ لانه كيحبها، لانها بنته سي نورمال، ولكن في نفس الوقت يخاف من العار ويخاف ان تاكل معه الى اخره. في بعض الاحيان الله سبحانه وتعالى نزل ايه كتزعزعني انا، لحد ان واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. فحنايا ما كنخليوهاش حتى تخرج، كندخلوا اللقاط وكنبداو نخرجوا. واش عمركم شفتوا هادشي؟ كندخلوا اللقاط وكنبداو نقطعوا ذاك الطفل طرف طرف. واش كاين شي واحد فيكم الطبيب ولا ما كاينش؟ سولوا هذيك الاخت الادريسي سميتها ديال الدار البيضاء حنان، هذيك حنان راه دارت واحد النهار واحد العرض هنايا فهمتيني ولا، قطع لي القلب ديالي.
يعني وداك الطفل سبحان الله داك الجنين اللي تيكون في البطن ديال الام ديالو ملي كيشعر بانه يراد به سوء تيبدا يهرب مسكين تيبدا يهرب في الرحيم وتيتبعوه هما بداك القاطب اللي يقطعوا فيه طرف 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 طرف. وكاين اللي كيكون وصل 6 شهور و7 شهور تيكون تشكل وتيكون حتى ماشي مجرمين. هذا قال لك لا، قال لك المراه حره في جسدها، ليست حره في جسدها وليست حره وليست حره في جنينها. انت ليست حره طبعا، لا ليس جزءا منها، هو مخلوق اخر. واذا ترك لحال سبيله الراجح 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 انه سيولد. فكيف هذا الشيء؟ كيفاش هذا الشيء الاخوان بغيتونا حنا نسكتوا عليه؟ كيفاش بغيتونا ما نديروش السياسه؟ لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.